غالية، وحشتيني أوي يا غالية. الحمد لله على سلامتك يا عبد الله. الحمد لله حبيبتي. مساء الخير عبد الله. الدكتور نادر، دكتور مخ والاعصاب، جاي يطمن عليك. اهلا يا دكتور. ازيك يا استاذ عبد الله؟ اخبار صحتك ايه النهارده؟ حضرتك بقى اللي تقول، مش انا. انا بس عندي صداع جامد في دماغي، وحاسس ان انا مش فاكر حاجات كتير. خلينا اطمنك ان الاعراض اللي انت بتشعر بيها دي في حالتك طبيعيه جدا. خلينا في اللي انت فاكره دلوقتي. تقدر تقول لي مثلا اسمك عبد الله ايه بالكامل؟ دكتور مش قادر اضحك، لما بضحك دماغي بتوجعني. اصله تقول لي كلام مش معقول، مش الدرجات دي يعني، انا مش فقدان ذاكرة يعني. دي علامة جميلة جدا. طيب اسمك بالكامل ايه وبتشتغل ايه؟ اسمي عبد الله الروبي. بشتغل مخرج اعلانات. عال عال، عايز اعرف اكتر عن حياتك. ايه اكتر اهتماماتك في الحياة بالظبط؟ انا طبعا بحب شغلي اوي. بحبك يا بنتي، وطبعا بحب مراتي غالية قوي. طيب هايل، انا عايز اعرف احنا في سنة كام بالظبط؟ احنا في 2008. احنا في 2019. تتصور يا دكتور، كنت هقول لك 2018. طيب تمام. انا هطمن عليك تاني وهمر عليك بعد اذنك. شوف يا مدام غاليه، الاستاذ عبد الله واضح انه تعرض لكدمه قويه في الفص الصدغي من المخ، ودي طبعا واضح انها اثرت على الذاكره، وواضح ان هو نسي سنه كامله من عمره. زي ما انت شفتي لما سألته احنا في سنة كام، قال احنا في سنة 2019. طب وبعدين يا دكتور، هيفضل كده السنة دي عمره ما هيفتكرها؟ والله ما اقدرش اقول لك اذا كان هيقدر يسترجع السنة دي ولا هيفضل كده. دي حاجة في علم الغيب، والطب نفسه ملوش قانون فيها. بس كل اللي انا عرفته ان انتوا طلقتوا. بس للأسف احنا مش هنقدر نبلغه بالحقيقة دي في الفترة الأولانية خالص. أنا خدت بالي من الحكاية دي يا دكتور، ونبهت غالية ليها. طيب هو المطلوب مني يا دكتور إن أنا أفضل معاه طول الوقت؟ عمرو أنت عارف إن ده صعب، أنت فاهم؟ شوفي، احنا صعب جدا إن احنا نواجهه بالحقيقة دي في الفترة الأولانية، لأن احنا لو واجهناه ممكن يدخل مننا في اكتئاب أو صدمة عصبية. بالإضافة طبعاً زي ما أنت عارف إن الضغط مش مظبوط والنبض مش منتظم، والحالة النفسية أكيد هتأثر أكتر على الحالة العضوية. طب يا دكتور، إيه المحاولات اللي ممكن نعملها يعني عشان يرجع طبيعي زي الأول؟ احنا في الفترة الأولانية هنبدأ نديله شوية أدوية منشطة لوظائف المخ والتوصيل العصبي. وانتوا بدوركوا في البيت هتحاولوا ان انتوا تواجهوه بحاجات كانت محببه بالنسبه له، زي مثلا اكله حلوه بيحبها، موقف حلو تعرض له. الحاجات دي كلها ممكن تنشط له الذاكره. اي معلومه هتديها له لازم تكون بالتدريج. وطبعا بحذر للمره الاخيره، ممنوع اي صدمه، لان دي ممكن تاثر كتير على صحته. تمام يا دكتور. ده انا لو كنت خلفت ولد شخصيته ما كانتش هتبقى شبهي بالشكل ده. انا بجد حاسه ان انت ابني. يعني ده شرف ليا والله يا عيشه هانم. بلاش هانم دي، قولي يا طنط. حاضر.
بس لو معتصم هنا قول لي يا شوشو عادي يعني. حاضر بس كده سهلة. بس كده. مساء الخير. مساء النور. انت فين؟ نص ساعة ما بترديش على الموبايل ليه؟ كان معايا تليفون. عبد الله عامل ايه؟ كويس الحمد لله. فاق يعني واتكلم ما تقوليلي. يا ماما فاق بقى وبقى كويس الله. طيب انا هدخل اطمن على ماما وعلى بنتك. على بنتك. بقول لك ايه؟ ايه يا ماما؟ حكالي على كل حاجه، انت جايه عليه وظلماه. حبيبتي يا شوشو. شوشو؟ بقالك فترة قاعد يعني؟ يعني شوية. على فكرة أنا حكيت لها على كل اللي حصل بالظبط. كويس. طولتي في المستشفى. أيوة إيه غصب عني يعني، ما معهوش حد لوحده. هو مش الحمد لله عدى مرحلة الخطر؟ لا بص بقى، بلا مرحلة خطر بلا بتاع. أيوة. إيه بقى موضوع شغلك ده بقى مع يسرى؟ حلوة. حلوة قوي. ها حلوة اللمة دي قوي 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 اللمة دي. يعني ايه؟ تعالى هنا قدامي اتكلم معايا. استني بس هفهمك، هقول لك انا ليه دلوقتي. بصي بقى، تعالى هنا خليك قدامي. طب تعالي بس هحكي لك حاجة. تعالي تتلبس كده، تتحط كده، تتعمل كده، وتتعمل كده، نروح قافلين كده ونقول خلصنا. أنا بحبك أنت وبس يا غالية، ومفيش واحدة في الدنيا تقدر تغير ده، لا يسرى بقى ولا غيرها. بس دي غالية أوي. مفيش حاجة تغلى عليكي. بس أنا كنت عايزة أتخانق. إحنا هنتخانق بس مش دلوقتي، هنتخانق على موضوع عبد الله، ما تستعجليش. بس قبل ما نتخانق بقى انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. زي ما انا وعدتك قبل كده ان انا هكون امين عليكي ومعاكي، عمري ما هغسلك ولا هتكلم عليكي ولا هاجي على حقك ولا هغلط فيكي من وراكي ولا من قدامك. انا بحبك يا خليل. انا بحبك قوي يا مراد، بحبك قوي. بس انا كنت عايزه اتخانق. مش دلوقتي. طيب. حلو.